لكن عندنا طائفة مثل تكفر الحاكم، تكفر الأمن، تكفر الشرطة، تكفر الجيش، تكفر العاصي. قاعدة في منهج السلف وعقيدة السلف كما نص على ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله، كفروا أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يكفر. التكفير خطير. العلماء والكفر الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فكفران، إلا بنص إلا بدعي، وهو حكم قضائي في الأصل يصدر في دور القضاء، القاضي هو الذي بعد الإسعاد شروط تتوفر بعد موانع تنتفي. أما أن يصدر وناس صغار ربما يكون واحد منهم بدأ يصلي بعد 14 جانفي، يعني بدأ يصلي بعد جانفي وعمل لحية صار شيخ الإسلام ومفتي، هؤلاء الشباب ولاد تونس ما نحبوش نقصرهم وهم عدة البلاد.